شركة أورانج للاتصالات كأفضل شبكة نقال في المغرب في تصنيف تطبيق عقلة الرائد العالمي في قياس أداء الشبكة، بعد أن كانت سباقة إلى الوصول إلى صبيب قياسي في فبراير من السنة الجارية اعتمادا على أحدث التقنيات. هذا اللقاء كان الدور ديالو هو يعني باش نخبروا الرأي العام والزبناء ديالنا بانه حنا سعيدين جدا بتلقي يعني العلامه الاولى في المغرب، يعني الرتبه الاولى من ناحيه ديال الجوده والسرعه من شبكات النقاله في المغرب. هذا تروفي معطي من شركه عالميه سبيد تيست اللي الدور ديالها هو يعني قياس الجوده ديال الشبكات ديال الهواتف المحموله في العالم وما بينها في المغرب، وجابت لنا يعني ارقام وشفنا يعني الفرق ما بين اورانج ماروك والشبكات الاخرى في المغرب، وكتبين لنا خصوصا يعني في الهاتف المحمول في الانترنت وفي الكاتجي لان عندنا واحد الفرق يعني كبير بيننا وبين بين بين الشبكات الاخرى، وهذا سعيدين بانه نوفروه للزبناء ديالنا. حنا في واحد الجروب كبير اورانج عالمي كيخوننا فعلا باش يكون عندنا واحد الدعم كبير من ناحيه التقنيه، وكذلك يعني الاستراتيجيه ديالنا اورانج المغرب باش نسهلوا هذه الخدمات اللي كنشوفوا في العالم باسره هنا المغاربه ديالنا، باش يكون عندهم. حنا يعني سعيدين جدا بهذا التشريف والتكريم. وتسعى اورانج لاستقبال شبكه 5G في المغرب لتوسيع نطاق الاستخدامات بتقديم خدمات جديده ومتطوره في الان ذاته.